كثيرا ما نبحث عن السعادة. إليك وصفة السعادة المحمدية: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تبحث عن اللذة فقط، فاللذة تفنى والسعادة تبقى. غالبا ما تكون اللذة في الجوارح بخلاف السعادة التي تكون في القلب. السعادة لا تعني أن تكون دائما سعيدا، لكن أن تكون راضيا مطمئنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.